بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، نكمل مع بعض كتاب المراجعة والامتحانات الفصل الدراسي الثاني سنة ثانية، كتاب جينيال. نحل من الامتحان الثالث، نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من دانيال إلى كاميليا. سلو سلام جابت تنعسكن أو سودو لافيل جنوب المدينة بتاعت ليون. أفيك مون بيغ مع أبي مامي وأمي إيدو سير وأختيني. يبقى الأسرة دي خمسة. أبي يكون طبيب بيطري وأمي تعمل دان أندوسي في مدرسة أوسن تاغا دو لافيل في وسط المدينة. بورا لير لكي أذهب أوليسي إلى المدرسة. جيب غندا نأخذ له بصر أتوبيس جيبور تنلبس بنطلون وقميص أزرق وأن بلوزن جاكيت جري رمادي. جيمين ترسي أنا أهتم كثيرا بمي فيتمو ملابسي كار لأنني أحب تجو دائما أن أكون على مضع الموضة ضد دانيال. إنه نوع دانيال الذي تغافى يعمل في المدرسة إنها لامير. دانيال يسكن لوسي المدرسة. هو قال بو قليل أنا أخذ الأتوبيسي بباسكم بعيدا عن المدرسة باخذ لواندو. الجملة اللي جاية بيقول لك لوبيردو دانيال الحيوانات أدوغ يعشق عشان هو طبيب بيطري. دانيال يحب ليفيتمون ملابس سوبر الرائعة. الجملة اللي جاية بيقول لك سالو ميرنا أهلا يا ميرنا صافا كيف حالك كومون بصيتي كيف تقضين العطلة. بو موا بالنسبة لي جيلي بصي أنا أقضيها أفيك ميزامي مع صديقاتي في النادي. أون في نمارس دي لاناتاسيون سباحة. مدي في الظهيرة أم برند ناخذ الغداء أورسترون في مطعم النادي. لابغي مدي بعد الظهر نلعب تنس. يبقى سباحة وبعد كده تنس. جينيين بارستير أنا أحب البقاء في المنزل. أنا لا أفضل الأعمال المنزلية كارلا أن أمي التي هي تعمل كل الأعمال المنزلية. وأبي في لو بوتيك يعمل مشتريات بور كونتر لكي تعرفي لي نوفرتي جديد ذهبة. هبة ومرنا يكون دو سير أختين دو زميل صديقين دو كوبين زميلين دي كوبين زميلتين عشان دول بنات. هبة تأخذ لدو جني الغداء. هي قالت دي في الظهيرة نأخذ الغداء يبقى دي الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبة نوع الأعمال المنزلية يبقى دي تيست تكره الأخرانية. إنه نقط الذي يعمل تسوق إنه لوبير الأب. تيدمان أن تطلب من زميل تاكسي كو إل ماذا أنكوا من ماذا يكون العقد. هي هتقول لك إنه من الأرجوم من الفضة أد واحد إلي نقول إنه من الذهب أد اثنين. تيدمان تطلب من زميلك سكيل في ماذا يفعل بورد كوري لكي يزين حجرته. هو هيقول جي في بروشير كام سأشغل الكاميرا جي لي دكوري افيك ازينها بريدو ستائر. هو زين الحجرة بستائر روز وردي. انا اضع عن ميبل دي سيستم سولير من نظام المجموعة الشمسية. تيدي مانا تطلب من زميلك لنمر عدد حجرات سامي زون منزله. هو هيقول منزلي يتكون من دو إتاش طبقين يوجد أربع حجرات في منزلي أد واحد. منزلي يتكون من سمك خمس حجرات أد اثنين. بورك سبريمي لكي تعبر عن قبولك كسكتي دي ماذا تقول. هتقول أنا ضد شكرا كثيرا. بركوابا لي لا إنها فكرة جيدة أد واحد. جي سوي بور أنا مع رأيك أد اثنين. تيو عامل فصلة أمر مع التي أمر فعل ذو ضميرين. أخذ تيكو شيء الأخرانية لا تنام متأخر. كيسكو تي بونسي ما رأيك أون سي بنطلون أون ولا دو. قال لك دو. كلمة بنسي بيأتي بعدها دو مشتقات. طيب خدنا دو هنا ليه عشان جوارات صفة إشارة. السابلية هي تربس تغيب يان جيد جدا مرتبطة بالفعل. طب السجادة مفرد مذكر أخذ سو اللي هي التانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لترور الأدراك تكون نقط السرير تحت السرير أخذ سو. مامي وأمي فياندو توا بيجوا وراء الفعل في المصدر. لوكا دول هدايا.
أسستي حضرت، دعت، عملت، اشترت، يبقى اشترت الهدايا. تي منيان تتعزل دان ست ميزون لهذا المنزل، لماذا تعزل؟ أين؟ ما؟ من؟ يبقى لماذا تعزل لهذا المنزل؟ كيف يكون منزلك حضر الحجرات؟ احنا خدنا وصف المنزل قبل كده. صف الزي بتاع تون أكتير ممثلك المفضل، ملابس واكسسوارات، خدنا وصف الزي قبل كده. نخش على الامتحان الرابع. بوتيك محل تغيق جولي جميلة جدا، رو شارع ابن سينا في المنيا، يقدم لكم بلتينو، أزياء جميلة لأكازيون بمناسبة عيد الأم، فساتين، جيبات، استرتشات، وشحات، شربات، كل المقاسات، كل الألوان، خصم من 11 مارس إلى 21 مارس، أوفرتي يفتح كل الأيام من الظهيرة إلى منتصف الليل، يعني بيفتح 12 ساعة. البوتيك تري جولي يكون في المنيا الثانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التخفيض يكون لمدة، هو قال من 11 ل 21، نعملها ازاي دي؟ نعمله 21 ناقص 11 زائد 1، يبقى الكبير ناقص الصغير زائد 1 يدينا 11 يوم. هذا البوتيك يقدم سيفيتمو، ملابس للسيدات. البوتيك يفتح ابوابه مدي في الظهير. من دنيا اوبجيه الموضوع تشمل جغي الاعمال المنزليه، سالو دنيا، اهلا يا دنيا، الى دنيا، ده اللي كاتبه تحت منه. أجوردوي اليوم سي فندردي إنه الجمعة. جينيفي بقى لا يقول لنا أن نذهب إلى المدرسة، جي بيكو دو تو تاش من الجغي، أنا عندي كثير من الأعمال المنزلية، أغسل الأطباق وأرتب كل الحجرات بتاعة الشقة. أكنس برسكول أنني جيني إيه باديز باغتيل، ليس عندي مكنسة. جيرانجا نرتب الملابس في بتاعة مي فو أطفالي إلي رباسي، وأكوي بور الليل للذهاب إلى المدرسة غدا. الور اكسكيوزي مو، اذا اعذريني انا لن استطيع ان اتي، اتون انيفرسيال عيد ميلادك ده منا لن تذهب الى حفل عيد ميلاد لانها عندها كثير من العمل في المنزل. منا تكون هي قالت ما عنديش مدرسه، يبقى بروفيسور مدرسه. منا ترتب تولي شامبر سينمو كل الحجرات فقط، ليفيتمو ملابس فقط، تطلب باغتمو طول كل الشقه، اخذ كل الشقه. دينا سوف أورجنزي تنظم حفلة عيد ميلاد، إن فت دي أورجنزي حفلة عيد ميلاد بتاعة أنيفرسي. تي دوموند أن تطلب من تونامي من زميلك سونو بنيون رأيه على تاشامبر حجرتك، ماذا أنت تقول؟ كيف يكون حجرتك؟ أين؟ ما رأيك في حجرتي؟ أد واحد. حجرتي كيف أنت تجدها؟ أد اثنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي ديموند أن تطلب من زميلك أون كوا من ماذا سون تكون الشوسيغ الأحذية، هو هيقول السون إن كو إنها من الجلد، وهتقول له الأحذية جمع مؤنث، يبقى دي مش نافعة، يبقى السون إن كو إنها من الجلد، أدي واحد، وهذه الأحذية تكون جولي، أنا ألبس أحذية إن كو من الجلد، أدي اتنين، دي ما خدناهاش عشان دي اللي بتاعت جمع المذكر، يبقى الاتنين دول اللي خدناهم. تي ديموند أن تطلب من تونامي من زميلك بركوا لماذا أنت لم تشتري هذا القميص، هو هيقول لك الطول لا يكون مناسب، أدي واحد، أقول اللون إنه نيل إنه سيء، أدي اتنين. لو دنتست طبيب الأسنان تي كونسي أنصحك ماذا هو يقول، هيقول لك اغسل تجو أسنانك، أدي واحد، يجب أن تغسل تي دنت أسنانك عبري بعد كل وجبة، أدي اتنين. الرانجة ترتب سي اكسسواراتها في الادراج، عايز في اهل اللي بيجي وراها اداه معرفه، قال لك لو ضن دي لا ياتي بعدها ادوات ولا دي ولا دي. نو نحن ابلو ده فيرب زو ضميرين، نو نو ابلو نحن نلبس. لا الذهب يكون اكثر غلا على الفضه، اخذ بلو عشان دي صفه. تي فا فيغ انت سوف تعمل مشتريات سوسوار هذا المساء، قال له لا انا توا عملتها، اللي هي ايه الاكسسوارات، هي اول المشتريات، هي اول دو فينير عايزه دو، والمشتريات عايزه ال او اس، اخدتهم الاثنين بدون ادغام، يبقى دو ال او اس اللي هي الاولانيه. منابوت تلبس دي شوسيه احذيه برغيه بقطلون بكعب، منقط وكروهات وبكعب وبرباط وبكم وبنص كم، وكل ده بياخد ونمت نضع سلوتي بيدلطة بالسجادة، لا طابلة على المنضدة، يبقى تحت المنضدة اخد سوق. الصوار بتاع سلمى يكون تغيجولي جميل جدا، الصوار مفرد مذكر، اخد التانية.
أنت تفضل أي ملابس أي لون لماذا؟ حاولوا سألوه في الأول وأوريفوار في الآخر. جيبر فير، أنا أفضل لي كوستوم البدل. كالكولير جي ام، انا احب لون نوار اسود. كار، لان سيفيتمو هذه الملابس تكون على مود على الموضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الامتحان الخامس بيقول لي من نيكولا الى دائلة نيكولا، ده اللي كتب تحت يوسف، فيزيت لايجيبت زيارة مصر. شير نيكولا، عزيزي نيكولا، ادعوك لزيارة مصر. اوبرم توم في الربيع، الجو جميل في هذه اللحظات في مصر. تيفا فيزيتر، تستطيع زيارة كثير من الاماكن السياحية مثل الاهرامات، المتحف المصري وبرج القاهرة. انت تستطيع عمل كروزير، رحلة بها كروسير، تسوق ياشتير وشراء دي سوفونير، هدايا تذكارية. بورلا أوتيل، بالنسبة للفندق نيتيم كوتيبا، لا تقلق، أنت تستطيع أن تسكن عندي في طنطا. إكريم وا، أكتب لي لا ضد تونا ريفي تاريخ وصولك إلى المطار لكي أنتظرك في الميعاد. نيكولا، سوف يأتي إلى مصر أونيتي ولا أوبرنتوب، قال لك في الربيع. يوسف يسكن في طنطا. نيكولا يصل أون أفيون، في طائرة. في مصر نيكولا يستطيع أن يعمل ديكورس مشتريات. مجازين سيلفيا، سيلفانا، أربعة شارع الموضة، الزاوية في القاهرة. جراند ريدكسيون، تخفيض كبير 50% على الملابس بتاعت الشتاء. ملابس بورتو، تطلب موند لكل الناس، سيدات ورجال وأطفال. كل الألوان، كل المقاسات، مفتوح كل أيام من 10 لـ22، من 10 لـ10، يغلق يوم الأحد. سيلفيانا، أوفري يقدم ريدكسون، تخفيضات على ملابس بتاعة الشتاء. نستطيع، لا نستطيع الذهاب إلى هذا المحل في يوم الأحد. هذا المحل يغلق الساعة 10 مساء. في هذا المحل لا يوجد ملابس بور توتلو موند، تطلب فمي كل الأسرة. زميلك تي دوموند يطلب منك لديكوراسيون ديكور حجرتك، انت هتقول له يوجد ستاير ومنبه هاد واحد. حجرتي الملابس، حجرتي تكون بجانب الصالون، يوجد تابلو لوح قد اتنين. تي باغلا، تكلم عن اكسسوري اكسسوارات اختك، ماذا انت تقول؟ هتقول انا احب العقد من الذهب، هو يلبس، هو عايز اخت، اختي تلبس بوكل دي اوريال لحلقان، هي تفضل لبوكل وبراسولي الاساور ونرجوه من الفضه. تي دومان، تطلب من البائع لبري سعر السترة، ماذا أنت تقول؟ هتقول له صافي كومبيان، بتعمل كام؟ أو كومبيان كود، كم ثمن سيت أرلوك هذه السترة؟ تي باغلان، تتكلم عن ديتي أكتيفيتي، أنشطتك اليومية في الصباح. أنت هتقول أنا أستيقظ، أستحم، ألبس، أدي واحد، أنا آخذ الفطار مع أسرتي، أدي اتنين. مدام، وعمل فصل، يبقى أمر مع الفو، احترام، أنا واحدة في دول، قال لك السيد كيسي هذا المقاس. الهدية، مفرد مذكر، أخد سوت تاني. البورت إن روب، هي تلبس فستان مخطط، كلمة مخطط، منقط، كروهات وكعب ورباط، كل ده بياخد على أقصى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ستين جولي جيب، بأنها جيبة جميلة أنا أشتريها. الهاء عايدة على الجيبة، أخد لا، جيت أحط الله، لقيت الفعل مبدوء بحرف متحرك، أخد إلا أبوستروف. منى، توليف ده تصريف، سوليف تصريف، توليف ده نافي في حالة النافي، وليف توا ده في حالة الأمر المثبت، وده أمر منفي. أون بتساوي الضمير إل في التصريف، مونج دو فيان دو هي الوحيدة المصرفة مع الإل. يكون تانوفيل شامبر حجرتك الجديدة، هقول له كيف تكون حجرتك الجديدة. متى أنت تساعد أمك في المنزل، هقول له سألوه في الأول وطبعا ساو في النهاية. هقول له جي ايد، انا اساعد ماما وامي لوفندو دي يوم الجمعة. كيسكتي فا فير بوريدير، اقول له جي بصي انا امشي لاز براتي المكنسة. كيسكتيني فا فير، ماذا انت لا تفعل؟ هتقول له جيني رونج
ب أنا لا أرتب ليفت مول ملابس. صف منزلك خدناه قبل كده، شوف الامتحان السادس. شير بيير، عزيزي بيير كيف حالك؟ مو أنا تغيب يام جدا جسوي فيرمو، أنا حقيقة سعيد. نوزافو أن نوفيل ميزون، حصلنا على منزل جديد جروند كبير كومفورتابل مريح. اليا يوجد ست بس 7 حجرات سجور، غرفة إقامة، كوزين مطبخ، دوصال دوبان حمامين، توا شامبر 3 حجرات، يبقى الحجرات كلها 7. جيان شامبر، أنا عندي حجرة لي لوحدي، حجرتي تكون رائعة. يوجد سرير وتاب تابل دي نوي، تابل المنضدة ليل، أرموار، دولاب، أمبغو، مكتب، إنشاس، كرسي، إمبوستر، ملصق، إن تلفزيون، إن مشغل اللي هو الواي فاي، وأوردناتير، كمبيوتر، دان ما شامبر في حجرتي. جيتيد يانا أدرس، أنا أستقبل ميزة 100 أصدقائي، جي ريغارد لا تلفزيون، شاهد التلفزيون، لا شامبر دي مي برانس، حجرة والدي، أدو فوتغ، فينتغ فيها شباكين، ديفان لا ميزون، أمام المنزل إليا يوجد أن جاردان حديقة، في حديقة يوجد كثير من الورود. لو جراج، الجراج يكون خلف المنزل. سلو سلام، اكتب لي أبي أنتو دا شارلز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا ميزون دا شارلز، بيت شارلز دا يكون بتي صغير لكي يستطيع أن يعمل، شارلز يستطيع أن يعمل واجبه في حجرته، في الحجرة بتاعت شارلز في حجرته، أو من حجرته شارلز يستطيع أن يرى لزاربر الأشجار في الحديقة. لكي يأخذ السيارة، لو بير الأب شارلز يذهب إلى خلف المنزل عشان في جراج. زوي فا في تيغسا، فتحتفل بعيد ميلادها 16 السبت القادم الساعة 6 يوم 16 مايو. كي فو زالي بورتير، ماذا سوف تلبسون؟ أليكسي قالت جي في بورتير، سألبس جيبة وبلوزة، أنا أحب الملابس البسيطة، أنا سوف ألبس براسولي سوار. مارتين قالت، أنا سوف ألبس إن بنطلون وتيشيرت. سيب أعطيك هذا عملي أسي أيضا، أنا أحب الأساور والعقود. ماري قالت، أنا سوف أعشق كثيرا لفيتمون ملابس الماركات، أنا لا أحب الإكسسوارات. زوي سوف يكون عندها سيزان 16 سنة. أليكسيا ومارتين يحبون لو براسولي الأساور. مين اللي بيحب الزي البسيط؟ ده أليكسيا. زوي إيني اتولدت في مايو، يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يبقى في الربيع. اخد اوبرنت ام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو بروفيسور المدرس طلب من التلاميذ دي في ان يعملوا الواجبات، ماذا هو يقول؟ هيقول لهم التلاميذ امر مع الفو، فو دي في يجب ان تعملوا الواجبات، ادي واحد. في التي فو دي فوار، اعملوا الواجبات، ادي اثنين. لفوندير الباع، تي دي موند يطلب منك تاكولير لونك المفضل، ماذا هو يقول؟ اي كولير تفضل، اي لون تفضل، ماشي. كلي تاكولير بريفري، ما يكون لونك المفضل دي كمان. تي دي موند تطلب من زميلك كل اكسسوار، اي اكسسوار هو يلبس للذهاب الى الشاطئ، هو هيقول انا البس نظارة الشمس، ادي واحد. انا البس كاسكيت، ادي اثنين. بورد كري، لكي تصف تشامبر حجرتك، ماذا أنت تقول؟ إلي جروند، إنها كبيرة ومرتبة أو مزينة. ممكن أقول له منظرها يكون بغاتيك عملي. لايتي، الصيف يكون أكثر حرارة، أخذ بلو الأولانية. من ترى الآن أمي نقعد ضلنا كوزن في المطبخ، تكون أمي بتساوي الضمير قل. جي في على شامبر، انا اذهب للحجرة لكي انام، انا اللي حنام، اخذ مي عشان ده فعل زو ضميرين اسم سوكو شي. تاش من جيغي، الاعمال المنزلية اخذناها كتير، جمع مؤنث اخذ التانية. منفس ابني يلبس او البس بنطلونك، اخذ تون عشان امر مع التي. جونات، ما فيش غير فعلين، عبت او ايم، دان سيكرتير، يبقى انا اسكت في هذا الحي. سي بنطلون، هذا البنطلون تبلي يعجبك؟ قال له نعم، هو ايه انا اشتريه، الهاء عايد على البنطلون، اخد الا بصرف عشان مبدوء بحرف متحرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلو سلام، اعمل سلام، وتحت في الاخر ابلو، في ساعة سوف تعمل مشروعات، هتقول له جيفا، انا سوف في اعمل
لبوتيك المشتريات الساعة 19. جيفا لير أنا أذهب أفيك مع مامير أمي. جيفا أنا سوف أشتري ديفيد مو ملابس. صف في 5 جمل الملابس والاكسسوارات بتاعت أختك وتلبسها في الحفلة. هتقول له ماما سير أختي بورت تلبس إن روب فستان أون كوتون من القطن أبوا منقط نوار أسود. إيه البوت هي تلبس أنكولي عقد إن أور من الذهب إيه والسي. وأيضا المت هي تلبس صن ساق حقيبتها نوار السوداء إنكور من الجلد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الامتحان الثامن، التاسع، السابع. كلسون تفيز اكتيفيتي، ما هي انشطتك المنزليه؟ هلا بتقول جيران جان ارتب دائما حجرتي افيك سلوى مع اختي سلوى. هيمان قالت انا اضع المنضده على السفره افان لوري با قبل الوجبه. ولا قالت انا احب الاعمال المنزليه، انا اعمل ارتب سريري. ساره قالت انا لا احب لطش من الجري الاعمال المنزليه، لكن انا اساعد امي في الطبيخ. هلا ترتب المقاسة شامبر حجرتها افيك مع هلا بترتبها مع ساسير اختها. مين اللي بيحب الاعمال المنزلية؟ هي قالت انا احب الاعمال المنزلية بولاء. سارة تحب فيغلا كوزين الطبيخ. كم شخص يتكلمون في هذه الوثيقة؟ 1 2 3 4. ومين اللي طرح السؤال؟ يبقى هم كثرة مفيش غيرهم بس المذكور عندنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ليلي تكون بنت فرنسية لكنها هي تسكن في مدريد مع صافمي أسرتها، هي عندها 17 سنة، هي تحب القراءة والكتابة. سير صنبلوج على صفحتها. ساكولير لونها المفضل يكون نوفير الأخضر. هي تحب أن تكون على مد على الموضة، هي تلبس فساتين جيبات بلوزات شوسيغ أحذية بكع. هي تحب أيضا الاكسسوارات الإكسسوارات، هي تكون الجون شيك مثل سمير أمها إيسا سير وأختها ميرنا. سير سم بلوج على الصفحة. ليلي تحب تقرأ وتكتب. لير إيكري. ليلي تسكن مع أسرتها في أسبانيا في مدريد. من طنا مارينا اللي هي تكون أخت ليلي يبقى أختها لا سير. لا ميردو ليلي تعشق الموضة أخذ التانية. تي ديماند انتصر عن سعر روب، ماذا أنت تقول؟ هتقول له صافيكم بيان بكم؟ وتقول له لبريدي سيت روب ما سعر هذا الفستان؟ سعر هذا الفستان بكم؟ تي ديماند أن تطلب من زميلك من ماذا سيكون بزي تكون منزله؟ هو هيقول يوجد 4 حجرات، أدي واحد أدور إلي دو شامبر، نا حجرتين وصالون وصال أمانجير وحجرة طعام أو سفرة. تي دوماند أن تطلب من تونامي من زميلك سونافي رأيه على ساتينيو زيك، ماذا أنت تقول؟ كليتينيو أي زي تحب؟ الزي سيك وا كيسكو تي بونسي، ما رأيك في زي هذا الزي؟ أدي واحد. كيف تجد ستينو هذا الزي؟ أدي اثنين. تي دوماند أن تطلب من تونامي من زميلك لا بروفيسيون، مهنة أمه. هو يجيب إلي فوتوغرافي إنها مصورة، وممكن أقول هي تحب التصوير أو هي تأخذ الصور، أخذ الاثنين تحت بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سامي وعمل علامة تعجب يبقى أمر مع التي، ما أقدرش أحذف الإس عشان ده فعل مش مجموعون. جي إم لا بلوز، أنا أحب البلوزة مفرد مؤنث، أخذ أورانج تمشي مذكر ومؤنث وجمع مفرد. تكون تشمبر حجرتك يبقى هقول له كيف تكون حجرتك كومو. جي ايه انا احب دي باسكت، الفعل الاولاني مصرف يبقى التاني مصدر، اخد بورتير الاولانيه البس ده مصدر. المنبه انا اضعه، المنبه مفرد مذكر، اخد ال او اضعه حرف الهاء. انا احب انا استيقظ، انا اللي استيقظ فعل ذو ضميرين مصرف مع الجو، حتى لو مصدر هجيب برضو تحويل السو الى مي.
جيان شميز عندي قميص نوار اسود قراير مخطط مخطط مناعط كروهات اخد على اقصو. كيف تكون حجرتك؟ وصف الحجرة اخذناها ممكن نكتبها. هقول له ما شنبر سلو في الاول وشاو في الاخر. ما شنبر حجرتي اي جروند تكون كبيرة. اي اساس انت في حجرتك؟ اي ديكور في حجرتك؟ هقول له ضم ما شنبر في حجرتي اليا ان لي سرير ان ارموار ودولاب اليا ويوجد ان طابي سجاده اي دي بوستر وملصقات. ادي الاكسسوارات وادي الاساس. شوف الامتحان الثامن. صف حجرتك هنستخدمها. السابيل هي اسمها سارة عندها 16 سنة تعشق الموضة الماركات الكوتشيات البوت الكاسكتات. هي تحب أيضا رؤية ليدي فري عروض الأزياء. اليوم هي سوف تعمل دي شوبينج تسوق. هي سوف تشتري بعض الأشياء بور إن فيت دي جوزي لحفلة تنكرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دانسو تكست في هذا النص سارة تقدم نفسها. خد الأولانية. سارة تحب عروض الأزياء أخذ الأخرانية. سارة تحب لامود الموضة أخذ الأولانية. وجوردوي اليوم هذه البنت سوف تعمل بوتيك مشتريات الأخرانية. شوف القطعة التانية. سالو سمير أهلا يا سمير صبا كيف حالك؟ مو أنا جي فابيان أنا بخير. نو صوم لوجودين احنا نكون الخميس 14 أبريل. أبريل واجور بعد 3 أيام. انفافتي سوف نحتفل بالحفلة بتاعت برينتون بالربيع. انفاف واجير سنسافر انفاتير في سيارة بتاعت مومبي أبي ألا كمباني للريف عند عمي رجب. ألا كمباني في الريف مونفير أخي جلال وأنا انفي دي فولي ونمارس ركوب دراجات. ايدي لنا تسيون وسباحة أبيك مونكوزين مع ابن عمي ياسر. مومبيغ أبي فا أفيك مون أونكل يذهب مع عمي أوشان بالحقل بورسي برومنير التنزه. يبقى هيمارس السباحة مع ابن عمه ياسر وركوب دراجات. أخويا جلال وأنا سنمارس ركوب دراجات والسباحة مع ابن العم والأب والأيه والعم هيعملوا تنزه. أمي تساعد مع طنط عمتي زينب في تجهيز لطاش من جري الأعمال المنزلية وتجهيز الغداء. أدو إيه الساعة 2 بعد الظهر أم بريند نأخذ لو تجنيل غداء نسمبل معا في الحديقة. كيسة غوفا التي توجد ديفون لاميزون أمام المنزل بتاع عمي تونامي صديقك حسام. حفلة الربيع سافائت سوف تكون يوم كام 14 يبقى 14 أبريل. حفلة أسرة حسام بابا السير ستقضي عيد الربيع في ألا مونتان ألا كمباني في الريف. ياسر إي سيكو زينو العم يحبون ناجي والسباحة. لا مير دو طانت لا مير ولا طانت الأم والعمة يجهزون لربال وجبة على ميزون في المنزل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي دمان أن تطلب من زميلك ماتير مهنته المفضلة. ماذا أنت تقول؟ هتقول له أي مادة أي مهنة تفضل؟ أدي واحد أخذ الناحية التانية. أنت تحب أي مهنة؟ أدي اتنين. تي اكسبريمي أنت تعبر عن رأيك على بنطلون. أنت هتقول سي إيه موش إنه وحش. أدي واحد أنا أحب هذا المحل أعمل مشتريات هذا البنطلون دي مود ليس على الموضة على اتنين. تي دمان أن تطلب من زميلك لماذا هو يريد سورتير الخروج هذا المساء. هو هيقول لأن أخويا إيه يكون في المدرسة. برسكول أنني أريد الذهاب إلى الإستاد نشوفه كده. برسكول أن أخويا الصغير فا أفيك مون بير يذهب مع أبي إلى السينما. برسكول أنني أتنزه مع مون بتيت فرير أخويا الصغير في الحديقة. برسكول تعال نشوفه تاني. أنت تطلب من زميلك لماذا هو يريد الخروج هذا المساء. لأن هو هيقول لأن أخي هذا المساء يكون في المدرسة. طبعا لا لأن أنا أريد الذهاب إلى الأستاذ. أدي واحد لأن أخي فا أفيك مون بيغ ذهب مع أبي إلى السينما تنفع. لأنني أتنزه مع مون بتيت فرير أخويا الصغير في الحديقة. برسكو لأن أنا أحرس مون بتيت فرير أغرع أخي بناخده التانية دي أحسن. لأن أبي عايز أخرج هذا المساء لأن أبي وأخويا ذهبوا إلى السينما تنفع.
تذكرين أن تصف زميلك الذي يلبس جيدا، أنت هتقول هو يلبس بسرعة، هو يلبس لكي يخرج، هو يلبس على الموضة، أدي واحد، هو يلبس ملابس وحشة، هو يكون شيك، أدي اتنين. جي أدمغي، أنا أعشق العمارة، العمارة مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك، أخد سي أو سي أو تي. جو نوع الدو، طالما جاب لي دو يبقى عايز فينير، يبقى جو فيان دو، أخد اللي آخرها إس، تصريف فعل فينير مع الدو زاد المصدر، الماضي الحديث. المت هي تلبس سوبونير قبعة، نعم هي تلبسها، القبعة مفرد مذكر، أخد لو. نظلون نحن سوف، دي بنطلون، الفعل الأولاني مصرف يبقى فعل التاني مصدر، أدور لحد ما ألاقي مصدر، قال لك أشيتير اللي هي فعل في المصدر نهايته ور. جي فافير، أنا سوف أمارس رياضة مذكر، أخد دو. هو يذهب إلى السوبر ماركت، السوبر ماركت مذكر، أخد أو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماذا يوجد في حجرتك؟ هاخد كاس كالتالي. كيف تكون حجرتك لسه كاتبينها؟ أنت سوف تعمل مشتريات، احكي ماذا سوف تشتري؟ هتقول له جي فافير، أنا سوف أعمل دي شوبينج، تسوق. سو سوار، هذا المساء، افيك مع ما مير امي. جو فا اشتير، انا سوف اشتري ام بنطلون، بنطلون نوار اسود اون كوتون، من القطن. سومبري، سعره يكون 150 مثلا اللي هو جنيه. امتحان التاسع، لأوم شيك، الرجل الشيك، بريزنت، يقدم ملابس بومبري سعر جيد، أقمصة بناطيل ب150 جنيه، سويت شيرت من القطن السادة 200 جنيه، سيرفيتمون ترنجات ماركات إليوفر، إنه يفتح طول جور كل أيام ما عدا الحد. السطوف يوجد في 3 شارع طلعت حرب القاهرة، ودي التليفون. الرجل الشيك يقدم ملابس بور للرجال أكيد. طيب البنطلون يكون نقط من السويتشيرت اقل غلا، يبقى اقل. بورافوار، لكي نحصل على المعلومات نستطيع ان نتصل بالتليفون. وي، نعم، كاتب رقم التليفون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا سيدنا محمد. ثم جازين، هذا المحل يكون مفتوح بارسومين اسبوعيا، يبقى سيس جور بارسومين 6 ايام. سالو فرانسوا، اهلا يا فرانسوا، جي فيان دو مني، انا تو عزلت دان ان نوفيل ميزون، الى منزل جديد في حي هادئ. هذا المنزل سي كوبوزي، يتكون من تروا ايتاج 3 طوابق، نحن نسكن في الثاني، حيث يوجد دو شامبر، حجرتين، واحده لوالدي، انا اتقاسم الحجره الاخرى افيك مون فرير مع اخي. في حجرتي يوجد تابلو، لوحه، ريدو، ستاير جميله، اجران لي، وسرير كبير. اليوسي، يوجد ايضا ان صالون، صالون ومطبخ وصال دوبان وحمام، عندي 3 قطع وحجرتين يبقى 5. الاسرة بتاعت علي تتكون من هو اخوه وابوه وامه، يبقى 4 اشخاص. علي يسكن مع سيورلاند في الطابق الثاني، مع والديه في الطابق الثاني. علي يصف ساشامبر حجرته، ولا ساميزون منزله، منزله فقط، منزله وحجرته فقط، منزله وحجرته، منزله وحجرته. علي في يعيش في الحجرة مع ساسون فرير أخوه الأخراني. أفون دي ربا، قبل الوجبة لامير أم تتكلم إلى بنتها، هي هتقول لها ضع المنضدة، دي واحد، ضع السجادة تحت الترابيزة، ضع الكتب، ضعي أدوات المفرش أو المفرش أو الأدوات بتاعة الترابيزة أو المنضدة، أخذها. بورد مندي، لكي تطلب رأي على فستان، ماذا أنت تقول؟ ما يكون رأيك على هذا الفستان؟ أدي واحد، إلى من؟ متى؟ ما رأيك في هذا الفستان؟ أدي اتنين. تنمي زميلك تريد ماند، يطلب منك برقوالي، ماذا تذهب عند طبيب الأسنان؟ أنت هتقول عندي ألم في الأسنان، أدي واحد، أنا لا أستطيع أن آكل، أدي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تريد ماند أن تطلب من تنمي من زميلك سكيل ميت، ماذا يلبس عندما الجو يكون بارد؟ هو هيقول أنا ألبس صندل، أنا ألبس نظارة شمس، أنا ألبس معطف أو بنيه وزنت، أنا ألبس سترة، أدي اتنين، دي ملابس خفيفة. دزولي، آسف، أنا ليس عندي مقاسك، المقاس مؤنث، أخد 6.
فت بسرعة، مي زمي أصدقائي ينتظروني بسرعة، أصدقائي ينتظروني في النادي، باخد إما بستوب، هي التي تأتي قبل الفعل المصرف وقبل المصدر. البورت، هي تلبس عقد من الذهب مادة خام أخذون. جيفياندو، أنا لن أأتي من النادي، النادي مكان أخذ. لا يتأثر الأماكن بالنفي طالما معناها من أو عن. لو فرنسي، الفرنساوي، أنا أحبه كثيرا. بكوبس، بيقول لي لو بروفيسور، مدرس، بيقول للتلاميذ بريبرونو نتجهز، بريبريتوا تجهز، بريبريفو تجهزوا، أخذ تجهزوا. طعمير، أمك، بربير تجهز الوجبة، قالوا في المطبخ، يبقى أين تجهز الأم المطبخ الوجبة؟ كيسكتي بونسي، ما رأيك في منظر زميلتك؟ أي منظر أنت تفضل ولماذا؟ احنا لسه واخدين اللبس، البدلة وهكذا. أن تذهب المدرسة مع زميلك صف، ماذا هو يلبس؟ احنا لسه واخدين وصف الملبس بتاع الزميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكتفي معاكم بهذا القدر، أنا حليت من الامتحان الثالث للامتحان التاسع. إن شاء الله فاضل لي فيديوهين اتنين بس أو أقل. نكون مخلص الكتاب ده على خير في خلال الأسبوع ده إن شاء الله نكون مخلصينه. أستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.